أحبانا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، ومعكم خادم الرب أخوكم كريم، وبرنامج لقاء مع عابر. واليوم راح يكون ضيفنا في هذه الحلقة هو الأخ حسين الخفاجي. الأخ حسين الخفاجي هو من ثمار خدمة قناة الأرامية، وكان متابع وسلم حياته للرب من خلال خدمة قناة الأرامية. بداية دعونا نرحب بالأخ المبارك حسين الخفاجي. أهلا وسهلا بك أخ حسين. أستاذ كريم، الرب يبارككم عزيزي. الرب يبارك عزيزي الغالي، وأشكركم على إتاحة الفرصة لكي نتكلم ونوصل كلمتنا التي تعلمنا من الرب يسوع المسيح. آمين آمين يا رب. الرب اليوم احنا نصلي ان الرب اليوم يستخدمك اخي حسين استخدام امثل، حتى تعلن انه كيف الله تعامل معك، وكيف غير حياتك، وكيف وصلك الى معرفة الحقيقة من خلال كلمة الله في الكتاب المقدس ودراستك التفصيلية عن القرآن والسنة والحديث. اخي حسين، بداية دعونا يعني خلينا ناخذ وقت نصلي أمام الرب. دعنا اليوم نتحد بقلوب ونضعها أمام عرش نعمة الله، هذه القلوب حتى الرب يتمجد. أخوي حسين، خلينا نصلي مع بعض. الرب يباركك عزيزي. إلهنا الصالح، كم نشكرك ونباركك ونعظمك من أجل عملك يا رب، من أجل ترتيباتك، من أجل تدبيرك أنت يا رب لخلاص البشرية من خلال عملك الكفاري على الصليب. يا رب أشكرك من أجل أخوي حسين يا رب في هذا اليوم. يا رب أخوي حسين أعطيه قوة ونصرة وغلبة بالمسيح يسوع. أعطيه يا رب أن يتكلم بمجدك، أن يتكلم بقوة قيامتك وقوة قيامتك في حياته. ويا رب أعطيه يا رب اليوم الفهم حتى يعرف المكتوب. شكرك يا رب، نعظم اسمك. استخدمنا يا رب في هذا اليوم حتى نمجدك ونرفع نرفع اسمك في كل العالم. مبارك اسمك من الأزل إلى الأبد. آمين آمين. أخوي حسين، أنت يعني كنت متابع جيد لقناة الأرامية، وهذا ما يفرحنا يعني. وبنفس الوقت احنا ندعو الناس انه يتابعون البرامج اللي نقدمها حتى يعرفون كما عرفت انت والرب تلامس معك وعرفك. قل لي اخي حسين، خليني اتكلم معك. ما هو من هو حسين حينما كان في الاسلام؟ تحدث لي بصورة موجزة عن حسين الذي كان في الاسلام. تفضل اخوي حسين. استاذ كريم، بسم الله والابن والروح القدس اله واحد، آمين. امين. انا في البدايه كنت من الطائفه الشيعيه، وكنت يعني متدين بهذا الدين، وكنت من اتباع مقتدي، يعني من اتباع ترس، وكنت ما فوت يعني الصلوات، وما فوت العبادات ولا صلوات الجمعه، كنت احضرها دائما. فاليوم من الايام جاي اقلب بالتلفزيون، هي شيء عادي يبغى على القناه، شفت قناتكم، شفتك انت استاذ كريم، كنت عندك مباحث عن القران وعن احاديث كنت تخرجها، فظليت اتابع لحد ما اجى الاخ محمد الموسى، وانصدمت لما رايت انه هو موسى وسيد وترك هذا الدين، فبقيت اتابع. وانت تعرف انا كنت انا مؤمن بهذا الدين، الدين الاسلامي، وكنت مؤمن بالتشيع، فحاولت كنت اتصل دائما واتهجم عليكم، وانت تعرف كل زين تتذكرها. نعم نعم. كنت اتصل دائما واسال اسئله يعني كانت ما تخطر على البال، واسئله يعني مو سهوله الانسان يقدر يجاوب عليها الانسان الباحث، فانتم كنتوا تجاوبون عليها. مشكور رب. فانا بعد ما بقيت تجاوبون ظليت افكر. الاخ كريم قال لي باخر اتصال الي، قال لي حسين انت مبين يعني عندك تحاول تبحث وتعرف حق، فاقرا الكتاب المقدس. فانا اتجهت للكتاب المقدس، كان حملته على الموبايل وظليت اقرا به، يعني بديت بالقراءه العهد الجديد بكلمه الله،
قرأت يعني حاولت، فبالتالي بهذا القراءة انصدمت به. كان يعني يقولون ان كنا نسمع انه في كنا نسمع من الشيوخ ان المسيحيين يعتقدون ان الله تزوج عند المسيحيين، كان الشيوخ يقول ان الله يتزوج وينسبون لله الولد. في الحقيقة انصدمت لما سمعت كلام المسيح. نعم. وبمقارنات يعني قارنت الكتاب المقدس مع القرآن، يعني مثل ما قال الأخ كريم، قال حكم عقلك ومن بعدها من تقارن راح تعرف الحق. فأنا قارنت وعرفت الحق، ومن جملة المقارنات وجدت أن المسيح ربنا يسوع المسيح وجدت أنه حي، فهو الذي قال أنا هو القيامة والحياة، فمن آمن بي ولو مات فسيحيا. آمين. يعني المسيح ومن آمن به فهم سيحيون. أما محمد في قرآنه يقول إنك ميت وإنهم ميتون، هذه آية خطرت ببالي وعجبتني كثيرا في الكتاب المقدس. نعم. حينما تقول أنا هو القيامة والحياة، فمن آمن بي ولو مات فسيحيا، فهذه آية يجب على الإنسان أن يتدبر فيه، يجب على الإنسان أن يعرف ما مقصد ربنا يسوع المسيح من هذه الكلمة. وأيضا آية أخرى، وجدت أن الرب يسوع المسيح شفى الأعمى ولم يعرض عنه، أما محمد فقد جاءه الأعمى فعبس وتولى، وهذا قرآن. وأما محمد سمى الأعين العميان في آية واضحة التي قال فيها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فسادا في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أما ففي الحديث عن أنس بن مالك المشهور، حينما سرق منه بعض اللصوص، سرقوا منه بعض الغنم والإبل، فقبض عليهم بالصحراء هو وأتباعه فقطع أيديهم وأرجلهم، استنادا لهذه الآية وهي أسباب نزول هذه الآية، سبب نزولها هذه الحادثة، وسمل أعينهم وتركهم في الصحراء عطاشا حتى إن ماتوا. هذا هو محمد. أما ربنا يسوع المسيح حينما وجد في الكتاب المقدس إنه شفى الأعمى، ثالثا المقارنة الثالثة اللي قارنتها إنه ربنا يسوع المسيح شفى يد الإنسان الذي كانت يده يابسة فشفاها وأعادها حية. أما محمد يقول السارق فقطع يد الإنسان، فمن المحال، فشتانت بين المسيح وبين محمد، بين ربنا يسوع المسيح. فهذه من جملة المقارنات اللي انصدمت بيها، وبالتالي من بعدها ظليت أفكر وأقرأ وعرفت القصص، قصة ربنا يسوع المسيح وكيف عانى وكيف جاء لخلاص شعبه. فبعد ذلك قررت أنا أؤمن بالرب يسوع المسيح، وكان شيء داخلي يعني حسسني أنه لازم أؤمن باللي أقرأ وجاي أشوفه بالواقع والكلمات اللي يطرحها المسيح، لازم أؤمن به. وبعدها آمنت بالرب يسوع المسيح. آمين آمين. حقيقة أخي حسين خل أكون صريح معاك وشهادة أمام الناس كلها والعالم هذا اللي دي شاهدنا اثنيناتنا، كنت تتصل مع قناة الأرامية وكنت عندك بعض الأسئلة وتحاول أنه تحرجنا، لكن أنا شعرت وممكن موجود التسجيل وأتذكر قلت لك حسين أنا أرى فيك قلب نقي، أنا أرى فيك قلب نقي، فحكم عقلك وأقرأ وأعرف ما مكتوب. فأني أشكر رب من أجلك أخوي حسين، حقيقة اليوم أنا متعزي وفرحان لأن أنت مدعو وأنت مختار حسب ما جاء في الكتاب المقدس عن لسان الرب يسوع المسيح، لستم أنتم الذي اخترتموني بل أنا الذي اخترتكم لأقيمكم وتأتون بثمار وتكون ثماركم كثير. أنا أشكرك أخوي العزيز حسين. احنا خلينا نسترسل بالمواضيع بعد ما قبلت الرب يسوع المسيح وصلينا معاك صلاة خلاصية، أتذكر قبل أشهر أو يعني السنة الماضية يعني قبل خمس أشهر صلينا معاك صلاة خلاصية، أني تابعت نشاطك وجدت بنشاطك أنه الرب دي يستخدمك أخي حسين استخدام أمثل، يعني شفت الشجاعة اللي عندك، شفت القوة اللي عندك، وأني مؤمن أنه روح الله موجودة عندك في داخلك، وهو الذي أعطاك الحكمة وأعطاك أنه بديت تجاهر بإيمانك وتسوي مناظرات مع شيوخ
وانت للعلم يعني الاخوه اللي احنا مغيبين صوره الاخ حسين للحمايه وللحفاظ على حياته. الاخ حسين شاب في مقتبل العمر، بس انا ارى فيه رجل متكامل قوي الفكر وعنده شيء عظيم، وهذا الشيء هو الروح القدس. حينما آمن بالرب يسوع المسيح وجدت في شخصه هو الرب يسوع المسيح، هو روح الله القدوس في شخصه. أخي حسين، عندي سؤال آخر، ما هي الآيات الجميلة التي تأثرت بها بعد قراءتك للكتاب المقدس؟ احنا عرفنا انت عملت مقارنة بين القرآن والكتاب المقدس، لكن الناس تريد تعرف ما هي الآيات التي تأثرت بها. أخي العزيز حسين، تفضل أخويا. نعم أستاذ الكريم، أستاذ الكريم الغالي، ربي يباركك ويحفظك. الله يخليك، يبارك خدمتك. أنا آيات كثيرة، مثلا يعني كثيرة التي تأثرت بها حينما قرأت الكتاب المقدس. فمن الآية التي أذهلتني وأعجبت بها هي التي حينما قال الرب يسوع المسيح حين قام لتلاميذه بعدما صلبه وقام من بين الأموات، قال لهم اذهبوا، قال أعطيت سلطة في السماء في الأرض والسماء، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن وروح القدس، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. هذه الآية أذهلتني، يعني وهذه الآية اللي تثبت لي أن الرب يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. وهذه الآية حينما قارنتها وجدت بهذه الآية دخلت في قلبي وشعرت بهذه الآية، وآيات كثيرة غير هذه الآية. مثلا حينما قالوا له الفريسيين وتلاميذ يوحنا المعمدان يصومون، فلماذا تلاميذك لا يصومون؟ فقال لهم الرب يسوع المسيح ما دام إذا كان أهل العريس، إذا كان فيهم، أنا حافظ مضمون الآية، قال إذا كان هل يستطيع أن يصوموا؟ نعم، لا يستطيعوا أن يصوموا إذا كان العريس فيهم. نعم. أما إذا يأتي يوم فيرحل عنهم العريس فبذلك اليوم يصومون. نعم. فأذهلتني هذه الآية. آمين. وأذهلت إن الرب يسوع المسيح كان موجود مع تلاميذه. آمين. وموجود معهم في كل الأيام. آمين. يعني الرب يسوع المسيح موجود معنا من إلى انقضاء الدهر. آمين. فهو كلمة الله الظاهر في الجسد. آيتين أذهلتني، والآية أيضا حينما قال الرب يسوع المسيح إنه كان متسامح مع جميع الذين كانوا يعارضوه ويعادوه. فمثلا الرب يسوع المسيح قال لهم من يسب ابن الإنسان فيغفر له. هذه الآية أذهلتني، يعني الرب يسوع المسيح بكل قوته وعظمته وملكوته يقول لهم هكذا، من يسب ابن الإنسان يغفر له. أما هذه الآية أيضا أذهلتني وعجبتني في الكتاب المقدس، وقارنتها مع محمد ومع مقاته. مثلا محمد على سبيل المثال حينما شتمه كعب بن الأشرف، فقال من لكعب بن الأشرف؟ فقام محمد بن مسلم وقال أنا، هل تأذن لي يا رسول الله؟ قال قم، فقد آذى الله ورسوله، فأرسل إلى الرجل وغدره وقتلوه. هذا كان أقل يعني شتيمة يشتمونه كان يقتل الناس. أما ربنا يسوع المسيح وهو بكامل عظمته وبكامل قوته وجبروته وله سلطان على السماوات والأرض، فكان يقول من يسب ابن الإنسان يغفر له. فأنا فوجدت الآيات يعني موجودة وكثير. وأيضا الآية التي يقول قيل لكم عين في عين، فأما أنا أقول لكم من يلطمك على خدك الأيمن فأعطه خدك الآخر. فهذا تسامح ربنا يسوع المسيح، هذا الذي يجعلك تؤمن به، هذه الآيات صدقني حينما يقرأها أي إنسان مسلم أو أي إنسان آخر، حينما يقرأ هذه الآيات مباشرة تدخل في قلبه. آمين. ويتراود على أن يقرأها مرة أخرى ويبحث. وفي طبيعة في الكتاب المقدس كلما تقرأه كلما يقرأه إنسان ويتعمق به لا يتركه، لا بد أن يأتي ويقرأ منه. فكل مرة تقرأ منها آيات تجد أشياء عظيمة وأشياء جديدة. آمين. هذه الآيات وكثير غيرها لا تخطر في بالي الآن. أشكرك كثير من حبيبي. الآيات اللي في الكتاب المقدس. أشكرك وأشكر شهادتك الحقيقية، وأشكر الله
من أجل تعامله معك، وإحنا كنا نصلي من أجلك. يعني إحنا في قناة الأرامية بعد ما يتصل بينا، تتصلون بينا المسلمين ونسجل أساميهم، نصلي من أجلهم، نقول يا رب هم هؤلاء الناس لا يعرفونك، مثل ما أنت عند الصليب قال يا أباتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فهؤلاء الناس إحنا نصلي من أجلهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، لكن كنا نصلي من أجلك، وإحنا ثمار الصلاة بانت من خلال حديثك المبارك، حديثك أخوي حسين، أخوي المبارك حسين. وأنا أشكر الله من أجل تعاملاته معك ومن أجل قوة تعاملاته معك، وأنا أعرفك شخصيا وأعرف المعاناة اللي تعانيها من أجل المسيح والاضطهادات اللي اضطهدت فيها، لكن إلهنا حي وهو رح يعينك ويعطيك النصرة والقوة والغلبة، فيه هو المسيح يسوع. حبيبي آمين يا رب. حبيبي أنا قبل ما بعد عدي خمس دقائق وآخذ فاصل، أريد بهاي الخمس دقائق تنطيني حسين المتغير، يعني حتى الناس تعرف شنو تأثيرات المسيح على حياة الأخ حسين، شنو تغير عندك؟ يعني أنت لاحظت أكو أشياء تغيرت، الناس اللي تعاملوا وياك شعروا أكو شيء تغير، وإحنا نعرف أنه اللي يقبل المسيح رح يتجدد، يقول في المسيح خليقة جديدة، الأشياء القديمة قد مضت. الأشياء القديمة مال حسين قد مضت، انطيني فد نقاط معينة أخي حسين حول التغيير الحاصل في حياتك، تفضل أخوي حسين. نعم أستاذي، أنا في البداية حينما كنت دائما أشكك، يعني كنت يعني مسائل كانت من كنت في الإسلام أشكك بها، وكان قلبي ما مرتاح وثقيل حمل على قلبي، كان في الأفكار وفي عقلي، يعني أفكار كنت أطلع أسئلة توجد لها عدة أجوبة وعدة مسائل لا تستطيع. أما حينما التجأت إلى الرب يسوع المسيح وبعدما آمنت، كنت حتى من أنام قبل أن أؤمن، فكانت المسائل تراود في قلبي. فأما من آمنت بالمسيح ارتاح قلبي، وهو لأن ربنا يسوع المسيح هو الذي قال، هو الذي وعدنا بذلك وقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. فنحن التجأنا له، وبعدما التجأنا له خلص حياتنا، خلص حياتنا اللي كنا قاضين في المعاناة والتعب والبحث والتفكير والوجع الرأس. فحينما التجأنا إليه خلص حياتنا وباركنا، يعني بجدا غير تعاملنا مع الناس. كنا حينما نصوم في رمضان، كل ما يعني تمشي في الشارع كل ما يتكلم معك إنسان يعني تصيح بوجهه أو تتعارك دائما. اللي يتكلم معك تقول أنا صايم لا تتكلم معي. أما ربنا يسوع المسيح فقال متى صمت فدهن رأسك واغسل وجهك حتى لا تبين أنك صايم للناس. يعني حتى تلك الصيام كانت عندنا بغض للناس، أما ربنا يسوع المسيح حتى في الصيام بيّن لنا أنه لا تبين للناس أنت صائم حتى تريح قلبك وتريح الآخرين معك. مسائل كثيرة الرب يسوع المسيح أراح قلوبنا وأراح أذهاننا. فنحن الآن كنا دائما نقرأ عن فلان عن فلان عن فلان وبالأخير الله أعلم. أما الآن لدينا كلمة الله مباشرة لا زيادة ولا نقصان فيها، فقد قال ربنا يسوع المسيح السماء والأرض تزولان أما كلامي فلا يزول. آمين. فنحن كل كلمة في الكتاب المقدس متيقنين بأنها كلمة الله. آمين يا رب. آمين. أنا أشكرك. فلا زيادة بها ولا نقصان. آمين. فبالتالي حبيبي. نحن مؤمنين بها. حبيبي أنا أشكرك. نعم أستاذ. أنا أشكرك جدا، وأنا أعرف عندك كلام كثير ولك الفرصة، يعني الفرصة الكاملة راح تتحدث. وبعدين عندك حضر نفسك إلى رسالة إلى أهلك وناسك المسلمين. إحنا راح نأخذ فاصل، وبعد الفاصل راح نفتح خطوط، وبعد نأخذ فاصل أولا ونعرف الناس حقيقة. إحنا بقناة الأرامية
راح ينقطع البث على استراليا. فالفاصل راح نتحدث به، راح نقدم اعلان وعملية انه شلون اول مرة تروح الى الجوجل، اذا حتى الشاهد شجرة الارامية، اولا تروح على الجوجل وتروح على الموقع والموقع شلون. فراح يعني نطلع فيديو الان يتحدث عن كيفية الوصول الى الارامية ومشاهدة برامجنا. وبرامجنا مباشرة برنامج تساؤلات وبرنامج لقاء مع عابر، بعد البرنامج راح يرسل الى 15 قناة في شبكة ارسال القناة الارامية. واحنا بعد ما نشوف نشاهد الفاصل اللي راح يشرح لنا عن القناة، وبعدها راح نفتح الخطوط ونسمع آراءكم بكلام الاخ المبارك حسين، ونطلب من الاخ حسين من خلال الوقت اللي متاح النبي أن يعطي رسالة إلى أهله وناسه في العراق وفي كل في كل العالم. نأخذ فاصل ونعود إليكم بعد الفاصل، والخطوط مفتوحة للحديث مع الأخ حسين. إلى مشاهدينا في أنحاء العالم، يمكنكم الآن مشاهدة جميع قنوات ABN Digital 3 من خلال صفحة قناة الآرامية على الفيسبوك. ما عليك سوى كتابة ABN SAT في خانة السيرج، وبعدها التصفح في صفحتنا وسوف تجد رابط ABN Digital 3. اضغط عليه وسوف يتسنى لك مشاهدة قنوات شجرة الآرامية المتعددة. شارك هذا العمل مع آخرين لتوصيل رسالة الخبر السار إلى أكبر عدد ممكن في العالم. هذا العمل كبير ويحتاج إلى تعضيد ومساندة من قبلكم. صلي وساهم في هذا العمل الجبار من خلال إرسال دعمك على العنوان PO Box 724 Wild Lake Michigan 48075، أو من خلال الاتصال بنا على الأرقام الظاهرة على الشاشة. اتصل وشارك وادعم وصلي من أجل انتشار كلمة الإنجيل إلى جميع المسكونة. أعزائي المشاهدين، بعد ما شاهدتوا هذا الإعلان عن قناة الأرامية، احنا يعني نتحدث معكم من القلب إلى القلب. احنا ما عدنا شيء نخبي عليكم. الوضع المالي لقناة الأرامية وضع غير جيد. احنا نصلي من أجل يسدد احتياجات الأشهر الثلاثة المقبلة. نصلي أنه الرب يكمل عمل حتى تستمر هذه الخدمة المباركة، وهذه الخدمة اللي بيها خلاص نفوس وفيها عمل الله حقيقة. نشعر انه الله يتعامل مع كثيرين، واليوم نشاهد اختبار الأخ، يعني حقيقة اختبار الأخ حسين. وأرجو منكم يعني حقيقة انه الاهتمام بالبرنامج والبرامج مال قناة الأرامية واهتمام بالأرامية، لأن احنا الوضع مالتنا يعني ما نقول سيء، لأن كل شيء صالح هو عند الرب، والأمور عالمين إن كل الأشياء تعمل معا للخير، حتى الضيقات تعمل معا للخير. لكن إنه احنا نناشدكم كأولاد المسيح، أولاد الملك، أنه تدعمون قناة الأرامية بكل طاقتكم حتى تستمر هذه الخدمة. عندنا اتصال. الأخ نصرت. أوكي، نرجع مع الأخ حسين. رجع معانا الأخ حسين، لأن شوي انقطع عندنا الاتصال مع الأخ حسين. أخ حسين حبيبي، عودة أخرى معك.
أريد أنا يا أخي حسين قبل يعني ما نستلم الاتصالات تنطي رسالة إلى أحبائك وناسك وعشيرتك وأهلك وأحبائك كل اللي كل المسلمين. ما هي نصيحة الأخ حسين الذي ترك الإسلام وأتى إلى الرب يسوع المسيح وشعر بالأمان والفرح والسلام؟ تفضل أخوي حسين انطي رسالتك وبعدين ناخذ الاتصال من أخ نصرة. تفضل أخوي حسين. رسالتي إلى جميع أخوتي وأهلي المسلمين، يا أخوتي ويا أهلي، أنا كنت أيضا مثلكم وكنت مسلم وكنت شيعي وكنت متعصب لهذا الدين، ولكن أنتم ونحن كنا نتبع أقوال المراجع وأقوال العلماء من دون تفكير ومن دون أن نبحث في الكتب. فأنا أدعوكم يا أهلي ويا عشيرتي ويا المسلمين ويا شيعة ويا كل من يسمعني من المسلمين، أدعوكم أن تقرأوا الكتاب المقدس. فوالله وأقسم أنا عن كلامي، لو قرأ منكم أحدا الكتاب المقدس فوالله يترك الإسلام، والله لو يترك، لو يقرأ ليس يقرأ ليبحث به أخطاء، بل ليقرأ ليعلم الحقيقة وليبحث، فوالله لا يجد إن هذا الكتاب فيه هداية وهو كلمة الله. وأيضا نحن نتبع الإسلام عن جهل، نتبع الإسلام فقط حركة سياسية ذات طبيعة دينية تهدف إلى جمع الجزيرة العربية وتوحيدها ضد الدولة الساسانية الفارسية والرومية والرومانية في ذلك الوقت، ولأسباب عند ظهر الإسلام، وهي الأسباب مثلا كانوا يدفعون جزية لكسرى ملك الروم ملك الفرس وكان مستعبدهم، وبالتالي محمد والقسوة رقب بن نوفل الذي هو معلمه الكبير والراهب بحيرة كانوا يعرفون ويتنقلون بين القبائل وبين البلدان والشعوب، فبذلك أرادوا أن يوحدوا الجزيرة العربية بقوة كبيرة أن تواجه تلك الدولتين. هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام. أما النزاعات في الإسلام بين آل أمية وآل محمد، هذا يترنم بها الشيعة، هذه نزاعات عشائرية منذ صخر جد أبي سفيان الذي كان جد أخوه هاشم جد محمد، فكان وقع في مكة قحط، فعندما وقع في مكة قحط قام هاشم كان معروف بالكرم، فقام بذبح إبله وأطعم جميع الذين يحجون إلى الأوثان في الكعبة، فجاء صخر ووجده فقال والله لا أجعلن الحقد جيلا بعد جيل، فاستمر ذلك الحقد من ذلك اليوم إلى يومنا هذا. وأما وقالها يزيد بن معاوية قال ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من الأسر، وقالها أيضا وقال لعبت هاشم بالملك فلا خبرا جاء ولا وحي نزل. كانوا يعلمون أن محمد مطامح سياسي، كانوا يعلمون وشهدوا بذلك. نعم أنا أشكرك. كانوا يعلمون. هذه رسالتي، أنا أعرف الحقيقة وأعرف كل. أنا أريد أخوي حسين، يعني ما أعرف الاتصال مستمر مع أخوي حسين، إذا المستمر حتى أنا أسئلة خلي أخذ اتصال أخ نصرت. نأخذ الأخ نصرت. أهلا وسهلا أخوي نصرت. سلام ونعمة لكم والمنبر الآرامية اللي يجيب العالم من مشارقها ومن مغاربها. حبيب قلبي سلام لك أستاذ كريم حبيبي الغالي. سلام ونعمة ربنا يسوع لك حبيبي. خدمتك هاي تدري العالم كلها ستسمع بيها، خدمتك هاي يومية تجيب نفوس أنت بدون ما تسوي أي شيء. نعم. فقط ظهورك للشاشة وبرنامجكم هذا وبقناتكم الكريمة تجيبون عالم من مشارق الأرض ومن مغاربها، من البوذيين. نعم. من مسلمين، من جميع أطياف العالم. نعم. وحب أبارك يا أخوي حسين وأقول له مبروك عليك الخلاص، ولو أنت عبرت من زمان بس أقول عليك مبروك الخلاص، لأن أنت شهادتك حاليا شهادة حق، أنت طلعت بيها حاليا شهادة حق للعالم بأنه تعرف بأنه الإسلام دين الشيطان، الإسلام دين الكراهية، الإسلام دين الخلافات، الإسلام دين من بدأ الإسلام لحد لهذا اليوم هو خلافات وقتل بين بعضهم، بس هسه حاليا قاموا يقتلون العالم على مود يبعدون الخلافات من داخل الإسلام. نعم أنا أشكرك أخوي نصرت.
واحب اقول لكم قبل يعني قبل استاذ كريم احب قبل ممكن نروح للجامع نروح بوجهنا عبسه على مود نبين بانه احنا مؤمنين نروح ونمشي ويا بصف الحيطان على مود احنا مبينين عود احنا رايحين نعبد الله بس هسه حاليا من نروح للكنيسه اروح انا فرحان انا واضحك اوزع ابتسامات في كل مكان لان الرب يسوع يغير من الظلمه الى النور من التعاسه الى السعاده من كل شيء من الارض الى السماء السيد المسيح يغير بس السيد المسيح بالقلوب ليس بالوجوه السيد المسيح من يجي يسكن بالقلب يغير القلب اول تغيير يصير تغيير بالقلب وهاي نعمه فضيله من الرب يسوع ان يغير قلوبنا وحتى نغير قلوبنا عرفنا الرب وعرفنا الخلاص وعرفنا الحياه الابديه امين يا رب اني فعلا اشكرك اخويا نصرت فعلا انا اشعر انه روح الله موجوده في داخلك وقوه الروح القدس عامله في حياتك انا اشكرك الرب يباركك عندنا اتصال شكرا اخويا نصرت عندنا اتصال اخر سلام المسيح عليكم اخ كريم اهلا وسهلا حبيبي من معك وياك ابو مريم العابر اهلا وسهلا اخويا ابو مريم اهلا وسهلا شلونك استاذ كريم مشتاقين لك والله الله يخليك نشكر الرب يسوع حبيبي اهلا وسهلا معك اليوم منور الشاشه الله يخليك بنور المسيح حبيبي نور المسيح اي والله مبارك لاخونا حسين امين عبر من الظلمات الى النور نعم اي والله وخلص من الدين اللي كله لطم وكله متعه وكله السوالف هاي التعبان مبارك لي وجل الدين المسيح اللي كله ضوء كله نور هذا الايمان اللي بداخلنا زين فد احساس يعني بديع فاتمنى لكل المسلمين انه ترجع العقل يعني. زين انه تعرف الصح عن الخطا فنتمنى انه كلهم بس يفهمون هذا الشيء اللي هم لطم يطم وما يعرف شنو زين يروح الطريق يعني لازم واحد يجيب الطريق لازم يعرف هذا الطريق شنو يعني استاذ كريم انا اذكر من انا صغير اهلي كانوا يضربوني على مود اصلي زين يعني هو هذا دين بالضرب بالعنف زين فيعني ما ادري ايش اقول يعني فالحمد لله انه عبرنا وارتاحينا يعني من ذاك الضيم يعني قول اشكر ربي ومخلصي وسيدي ربي يسوع المسيح اللي خرجنا من هذه الظلمه المقيته الظلمه التي لا ضوء ولا نور فيها وخرجنا ووضعنا مع اشراف شعبه في السماويات ملوك وكهنه أنا أشكرك أخويا أبو مريم أنا متعزي بيك الرب يباركك ويستخدمك في أي مكان تكون بي وتكون بركة لكثيرين شكرا جزيلا على اتصالك والرب يباركك الخطوط طبعا إخواني الأعزاء الخطوط مفتوحة أي واحد يحب يتصل بقناة الأرامية الأرقام موجودة على الشاشة من أستراليا من أي مكان آخر من أوروبا من الشرق الأوسط من العراق موجودة هذه الأرقام وممكن الاتصال نعود مع الأخ حسين إلى أن تأتينا اتصالات ونأخذ الاتصالات أخوي حسين المبارك عزيزي حسين أنت وياي نعم استاذ وياك أوكي أنا أعرف عندك خزين حتى يعني بان عليك الحماس يعني الحماس اللي عندك بديت تقسم لأن القسم طبعا احنا بالمفهوم المسيحي أو مفهوم الإيمان حسب كلمة الكتاب المقدس أنه القسم ما يصير لا تقسم يعني تقول نعم نعم ولا لا وإن زاد فذلك من الشر لكن أنا أشعر أكو حماس عندك أنا أشعر أنت عندك غيرة فعلا غيرة بيت أبي أكلتني أنا أشعر أنت عندك غيرة وحماس خلينا أخي حسين ناخذ اتصال على الفايبر وبعدين نرجع نتحدث معاك حبيبي ألو تفضل حبيبي منو معايا
سلام المسيح عليك يا أخ كريم. سلام ونعمة حبيبي. الأخ فراس من العراق يعرفنا حسين كل زين. أهلا وسهلا أخ فراس عزيزي. كيف صحتك؟ نشكر الرب يسوع حبيبي فراس. نشكر الرب. طبعا حبيت بس أقول للحسين أنت بطل اليوم أنه طلعت بالتلفزيون وصورتك طالعة يعني، وبالتلفزيون تبشر برسالة يسوع المسيح، وفعلا احنا فعلا نتمنى الرسالة توصل لكل العراق ويرجع العراق مسيحي. آمين يا رب. لأن هو هذا أصل العراق. صح صح كلامك صح. فراس أنت فراس أنت من خلفية إسلامية مو تمام؟ خلفية إسلامية شيعية يعرفنا حسين. نعم إن شاء الله إحنا في البرامج المقبلة نحب نتواصل وياك ونتحدث عن اختبارك. يعني دائما اتصل بيك استاذ كريم. اي نو اعرف اخويا محمد الموسى. اعرف اخويا العزيز اعرف، بس خلينا لا بالنسبه لقناه الاراميه حتى ترتب معاك في برامج مقبله ان شاء الله باسم الرب يسوع المسيح حبيبي. حاضرين، وان شاء الله انا من جهتي راح احاول ان شاء الله ايضا بعض الاصدقاء الموسرين الحال واللي عابرين ان شاء الله النور يسوع ان شاء الله نحاول نرتب فتشي نقدمه لكم كمساعدة القناة الارامية. شكرا شكرا الرب يباركك. فعلا احنا نشعر انه الهنا حي والهنا صالح، وبانت علامات النعمة في كلامكم، بانت علامات نعمة المسيح في آراءكم في قلوبكم في حياتكم. احنا نشكر الرب من اجلكم اعزائي فراس وحسين. آمين. ونصرت كل المتصلين هم من خلفية إسلامية، وحتى مقدم البرنامج هو من خلفية إسلامية. نشكر الرب. آمين آمين. شكرا جزيلا لك أستاذ كريم وللأخ حسين. الله يخليك. شكرا جزيلا أخ فراس، رب يباركك يبارك حياتك. عودة أخرى مع الأخ حسين. أي وياك سامي. أشكر آني... رب دكتور أشكر الدكتور فراس على اتصاله. إيش دكتور فراس أحب أنبه النقطة، الدكتور فراس تعرض لأكثر ظلم تعرض له المؤمنين بالرب يسوع المسيح. الدكتور فراس أسقط جامعة شهادة جامعية بسبب إيمانه بالرب يسوع المسيح. أنا أشكره وحي على مجد للرب. مجد للرب. الرب يسوع المسيح سيخرجونكم من المجامع. نعم. وبل يأتي زمان يظن أن كل من يقتلكم يقدم خدمة لله. نعم. أنا أحيي الدكتور فراس انه تعرض للظلم كبير بسبب ايمانه بالرب يسوع المسيح، وهذا هو الذي يدخل ملكوت الله. امين. واشكر الاخوه ابو مريم الاخ ابو مريم والاخ نصرت، اشكرهم والرب يباركهم. شكرا جزيلا اخ حسين. قبل ما تجينا اتصالات اريد يعني تنطيني فد نقاط معينه، انه انت هاي النقاط انت عشتها، يعني اكو صار عندك مثلا فرح في القلب، حاس انت اريد ادخل الى مشاعرك الى وجدانياتك الى احاسيسك. انا اريد ادخل، انا اريد تطلع لي تخرج لي هذه الانسانيات. وبعد ما قبلت المسيح انا اريد هاي تعاملات الله معك، اريد الناس تعرف كيف حسين بعد ما قبل المسيح. تفضل اخوي حسين. نعم استاذي، انا بعد ما قبلت الرب يسوع المسيح كنت في الحقيقه اشعر بفرح واشعر براحه نفسيه جدا بعد ايماني بالرب يسوع المسيح. نعم. كنت قبل الايمان بالرب يسوع المسيح كنت يعني ما عندي راحه، يعني كنت اشكك بكل شيء، حتى كنت اشكك في الله بالله الأب الوجود. أما بالرب يسوع كنت حتى من أدعي أحس أنه لا يستجاب دعائي ولا أي شيء يعني. أما الرب يسوع المسيح جاي أحس من أكلمه أنه يسمع ندائي. أمين. يسمع اللي يقول له. هذا اللي حاول غير حياة هذا الرب يسوع المسيح. حينما الاختلاف عن باقي الآلهة الوثنية بين الرب يسوع المسيح والآلهة الوثنية، الرب يسوع المسيح حينما تتكلم تشعر انك تحس بي انه موجود معك. آمين. وفي قلبك.
وهو الذي قال لستم انتم الذين تتكلمون بل الروح القدس الذي في داخلكم. امين. الذي وضع المنبثق من الاب والابن. امين حبيبي حسين. انا متعزي جدا وفرحان جدا بروح الله الموجود في داخلك اللي يتحدث بالنيابة عنك أنت. روح الله هو اللي يتحدث. عندنا اتصال من أمتي. أهلا وسهلا أختي أمتي. مرحبا. أنا أحب أهني الأخ حسين بسبب قبوله لنور المسيح وانتقاله من ظلمة الإسلام إلى حرية مجد أولاد الله. وأنا أريد أقول أنه يعني إحنا فخورين فخورين جدا بأبنائنا الشيعة من جنوب العراق من النجف وكربلاء. هاي الأرض اللي كانت هي أساسا يعني معقل المسيحية كان الأديرة وكلها والرهبان كلها كانت هناك. ولكن هم قسرا قتلوا ودماءهم الله دي الله الآن بيسمع دم الشهداء يصرخ مثل ما قل لقايين لما قتل هابيل قال صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. الآن أيضا صوت دماء الرهبان والقسان والمسيحيين اللي كانوا في هذه الأرض يصرخ إلى أخوتهم الشيعة من الأرض حتى يشوفون مظالمهم ويدرسون دينهم وإيمانهم وراح يشوفون الحقيقة لأن هم همين جار عليهم الظلم. كل من وقت صدام انظلموا وقت الأحزاب الدينية انظلموا. من هو الظلمهم؟ هم المسلمين إن كانوا علمانيين أو إن كانوا المهم هم مسلمين بنفس الدين جاءوا وظلموهم وقتلوهم. فهذا الظلم كله فاد كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. كل هذه المظالم والسرقات وتهجير الناس والقتل الآن فتحت عيون المسلمين. أنا أشكر الله أشكر الله جدا من أجل أبناء شعبي وأولادنا هذول الشيعة المحترمين اللي هم فعلا ناس طيبين وفعلا من قلوبهم دي يتغيرون دي يشوفون النور ودي يتغيرون. وشيء آخر أخويا كريم أنا أشكر الله من أجلك ومن أجل يعني أمانتك في الخدمة وتصلي دائما للناس لكي يعرفوا الحق. أتمنى أن تعمل مواضيع أنت والأخ محمد الموسوي عن السيد أحمد القبانشي لأن إلى أتباع كثيرين وهو شخص مستنير وتقريبا ما يعني ما يلغي ضمير الإنسان يحاول أن يصل إلى واصل ومناقش هواية أمور في المسيحية يعني البنوة وأنه إحنا أبناء الله هم عبيد يعني كثير أمور هو رفضها ودي يناقشها. فأتمنى أن تناقشون كتبه لكي الأتباع يشوفون هم يبدون يراجعون المناهج ويصلون للحقيقة. وأشكرك شكر جزيل ونصلي من أجلكم إن شاء الله نساعدكم ماديا ونعضد القناة. نشكر الرب من أجلكم. الرب يباركك أختي أمتي. الرب يباركك ويبارك حياتك. وموضوعك اللي يمكن أنا عندي وجهة نظر يمكن إذا صارت لي وقت نشرحها. بس عندنا اتصال من أم فرانك. أهلا وسهلا أختي أم فرانك. أهلا صباح الخير يا أخ كريم. أهلا أم فرانك. والله يباركك ويبارك الآرامية. وأولا نسيت الله يحفظ الله يرحم شهداءنا الذين سبقونا في للسماء. عندي فكرة عندما المسلم يطلع من الظلمة يجي إلى النور يشبه مثل يوسف الصديق لمن دبوه بالبير. هو كان في الظلمة بس اجوا جماعة الإسماعيليين اشتروه ودوه عند فوطيفار باعوه هناك. فهناك جرت تجارب كلنا نعرفها من قبل امرأة فوطيفار بس هم الله نجاه وخلاله بالتجارب صعبة لمن ما وصل إلى أقل من فرعون بدرجة الله كان معه. بس هو صار قلبه عند أخوته عندما اجوا إلى مصر استقبلهم ودخلهم دار الضيافة وكلهم وشربهم وملأ حمولاتهم من الحنطة والشعير والمواد الغذائية. فهم من إجوا يما استقبلهم بالمملكة سواهم درجة ثانية بالمصر. فهكذا نحن يجب على كل واحد من عندنا يصير مثل يوسف الصديق نستقبل غير واحد اللي هو بالظلمة. مو شرط يكون
مسلم، احنا مسيحيين هواية عندنا بالظلمة، من نجي واحد نجيبه للنور يمنا ونستقبله ونكون إلى أخ، نكون إلى أب، نكون إلى أم، ونجيلهم إلى نور المسيح. آمين. فالله يحفظ هذا صديقك لهذا حسين. حسين اسمه حسين. نعم. الله يمطيه والله يبارك أخونا وعزيزنا دانيال، وثانيا أنت أخونا الكبير كريم. الله يحفظكم، الرب يسويكم نور وشرارة وماء وملح إلى كل الذين ما يعرفون المسيح. أنا أشكرك أم فرانك، وفعلا أنت يعني وضعتينا على الجرح. أكو نقطة مهمة جدا يعني أحب أن أوضحها، فعلا محتاج من الأخوة المؤمنين المسيحيين أنه يستقبلون ويتعاملون مع العابرين بطولة أنات وصبر وتأني. المسلم من يأتي للمسيح عند أمور يعني مبرمج عليها من الطفولة، فمو من السهل أنه يريد من عندنا رأسا يقلب الموجة 180 درجة، لكن احنا لازم يكون عندنا كمؤمنين بالمسيح احنا نشتغل من اجل نجذب النفوس، يعني خلاص النفوس نجذبها. نريد اهتمام خاص بالأخوة العابرين، رعاية، اهتمام، طولة أنات، صبر معاهم. يعني مثلا اخي حسين يعني اليوم تحدث وبحماسة بدأ يقسم، لكن احنا لازم يكون عندنا طولة أنات وصبر وشوية شوية نتعامل مع الحالة، لأن جديدة الحالة الآن بدت تبرز العودة الحقيقية إلى الرب أو الرجوع إلى الرب الحقيقي، لأن إبليس صار أكو فترة زمنية فصل البشرية عن الإله الحقيقي، لكن اليوم نجد أنه كثيرين يرجعون إلى الرب، ولابد أن يكون عندنا محبة نعطيها لهؤلاء ونغفر لهم زلاتهم ونسامحهم، ونصير عندنا طولة أنات معهم وصبر عليهم. ما نريد أنه يجي بس نصلي له صلاة خلاصية ردنا يعني نتعامل وياك كأنه كاهن، لا، اصبر عليه، نتحمله. أنا تجيني شكاوي كثيرة من الأخوة العابرين أنه مدى يستوعبون الفكرة، بعض حتى لا تكون علي النقطة، بعض المسيحيين هذا، لكن أنا أدعوهم، أدعو البعض من المسيحيين اللي هم ما ماخذين موضوع العابر والاهتمام بالعابر، احنا نعمل لهم تلمذة، نشتغلوا ياهم، نعرفهم أشياء هم جديد عليهم هذا الفكر هذا الإيمان، لكن لازم يكون عندنا صبر. كل واحد عنده اسقاطات، كل واحد جايب حملة من الاسقاطات والمشاكل، كنا محملين، لكن تأنوا علينا الحبايب اللي تبنونا، تأنوا علينا وصبروا علينا وسامحونا وخلونا فعلا عرفونا الإيمان الحقيقي. أنا أخذ اتصال أخير من الأخ يوحنا، أم سوري شوية تأخرت عليك، تفضل اخويا يوحنا انت معانا على الهواء. حبيبي استاذ كريم الورد، الرب يبارك حبيبي، المسيح معك دائما، الرب يباركك عزيزي، وانه سيزيدك من نعمه الى اخرى لتجلب نفوس كثيره تائهه في طريق الظلام الى طريق النور والحياة الذي هو طريق الرب والمجد يسوع المسيح. وأبارك عزيزي كريم، أبارك الأخ حسين من كل قلبي، وأقول له طوباك طوباك يا أخي حسين، فقد ملت الخلاص وتخلصت من أكاليل الشوك التي كانت تقيدك وتقيد أحبان المسلمين، وانتقلت من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة.
متمنيا لك كل السعادة والفرح والسلام والمحبة في حياتك الجديدة برب المجد يسوع المسيح. آمين ثم آمين, آمين. وشكرا جزيلا. شكرا عزيزي. ونشكر الآرامي على هذا البرامج القيم. الله يخليك. وإلى اللقاء. ربي يباركك أخي حنا. شكرا جزيلا. محبتنا إليك واعتزازنا بكلامك والرب يباركك. احنا بدقيقة أخيرة يختم الأخ حسين رسالته إلى الناس اللي اتصلت وإلى المشاهدين قناة الأرامية. أخي حسين بدقيقة واحدة, لأن احنا الوقت انتهى عندنا, بدقيقة واحدة تنطي رسالة لمشاهديك ومتابعيك اللي يتابعونك. تفضل حبيبي حسين. نعم سري, أشكر الأخ يوحنا وطيبة قلبه يا غالي يا رب. طيب, وأشكر أخت أم فرنك وجميع الأخوة اللي اتصلوا. وأنا لي طلب للأخوة متابعين الأخوة المسيحيين والعابرين, لي طلب أن ادعموا قناة الأرامية لكي لا يسكت صوت الحق, لأنه صوت ربنا يسوع المسيح. آمين. هذا طلبي, لا تتوقف القناة في بث استرالي أو البث الأقمر, تابعوا في دعم القناة. آمين. لأن هذه كلمة الرب, الرب قادر على أن يجعل القناة تفتح, لكن بأيديكم لكي لكي يرى أعمالكم. فهذه طلبتي الأولى. وطلبة الثانية الصلاة من أجلي, لأني مريض بمرض التهاب الشبكية الصباغة منذ الولادة, ودرجة نظري 2/10, فأطلب منكم صلاة لعل الرب هو قادر على أن يشفيني ويشفي جميع. أطلب من الأخوان, ورسالتي للأخوة المسلمين أن أقرأ الكتاب المقدس وقارنوا فستجد الحق باسم الرب يسوع المسيح. خليني أختم وياك أخوي حسين, خليني أختم وياك البرنامج بصلاة خاصة لك وللي يشاهدونا في هذا البرنامج. آمين حبيبي حسين. أكن بس طلب من أجل شفاء إن شاء الله. آمين. باسم ربنا يسوع. إلهنا الصالح, إلهنا القدوس المبارك, نرفع قلوبنا وأفكارنا وكل ما لنا يا رب أمام عرش نعمتك, ونطلب يا رب منك زيارة خاصة إلى أخونا حسين. ويا رب أنت كنت تجول وتصنع خيرا, وكنت تضع يدك وتشفي. يا رب أنت الذي جبلت عيون الأعمى. نعم يا رب أشكرك لأنك أنت جبلت العيون يا رب. الآن يا رب نطالب بقوة صليبك وقوة دمك المبارك أن تذهب يا رب وتضع يدك الكريمة على أخي حسين وتلمس لمس الشفاء من رأسه إلى أخمص قدمه, وتضع يدك يا رب وتفتح هذه العيون حتى يمجدك في كل الأرض. يا رب حسين ابنك تلميذك يا رب استخدمه يا رب, أعطيه أنه تفتح هذه العيون. أنت قادر, مكتوب عنك قادر على كل شيء, الرب هو الشافي. نعم يا رب نؤمن أنك سمعت واستجبت. باسمك نصلي من الآن إلى أبد الدهور. آمين حبيبي حسين. آمين يا رب. أشكرك جدا وأشكر الرب من أجلك, وإن شاء الله راح يكون عندنا برامج مستقبلية معك. أعزائي المشاهدين, انتهى وقت البرنامج, وإحنا بعد قليل سنكون معكم في برنامج تساؤلات, ومعنا خادم الرب الأخ كريم الإيراني, ورح نتطرق في مواضيع في بحث عن مواضيع رح تشاهدوها ونتحدث بها. الرب يبارك الجميع, على أمل اللقاء بكم. لا تغيرون القناة, بعد قليل بعد الفاصل بعد قليل رح نكون معكم في برنامج تساؤلات ومع خادم الرب الأخ المبارك كريم الإيراني. شكرا جزيلا والرب يبارككم.